بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم عن شخصيه في الكتاب هي فيها ملامح الكرازه، وشخصيه عملت انجاز كبير قوي، مهمله شويه، مش مشهوره، مش الكل مذاكرها، لكن هي مثل جميل قوي للشخص العلماني مش الكاهن، عشان بعضكم بيتصور انه الإنجاز ده يخص الكاهن أكتر. اللي آمن بقضية واللي له رسالة واللي عمل شغلة كبيرة قوي وتسجل اسمه في الكتاب المقدس بشكل مكرم جدا، واحد اسمه زروبابل. إيه زروبابل ده؟ حتى اسمه غريب شوية. لو أنتوا مذاكرين تاريخ الشعب اليهودي هحكيه بسرعة كده، مفروض يبقى في ذهنكم آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، بعدين موسى فترة جديدة لغاية داود، بعدين داود تبتدي المملكة بقى تقرب للمسيح، يجي سليمان بعد داود، تتقسم المملكة اتنين، مملكة شمال مملكة جنوب، يقعوا في بعض، الناس كلها تبعد عن ربنا، فتيجي فترات سابي. سابي معناها ناس مش يهود وثنيين يحتلوا البلاد. الأشوريين دخلوا خدوا مملكة الشمال، وبعدين مملكة الجنوب ما تبتش اللي هي يهوذا، فجم بابل بقى. سبي بابل ده أشهر سبي، استمر 70 سنة. سبي بابل ده اللي طلع فيه دانيال مزبي وحزقيال مزبي، وكان أرميا عمال يعيط على الهيكل اللي اتحرق، كل ده في سبي بابل. أول واحد رجع المزبيين من السبي كان الراجل ده اللي اسمه زروبابل. يبقى احنا في مرحلة في التاريخ حوالي القرن السادس قبل الميلاد، مرحلة صعبة قوي. اليهود اللي عايشين في أورشليم شوية فلاحين غلبانين، الشباب كلهم راحوا سبايا في بابل اشتغلوا هناك، الدولة ممزقة، الهيكل محروق أو مركون مهجور، والناس مكتئبة ومفيش حل للحاجة. مملكة بابل وقعت فجأة ودخلت مملكة فارس، وكان طبعا دانيال بيصلي بحرقة عشان اليوم ده، وربنا طمنه انه اليوم ده قرب، بس دانيال راح السماء قبل ما يشوف اليوم ده. هقرا معاكم زروبابل، مالوش سفر خاص بيه، بس زروبابل متسجل في عزرا واخد سفر عزرا، يعني عزرا ذكر زروبابل قبل ما يذكر نفسه، لان عزرا جه يكمل شغل زروبابل. فاحنا عندنا 3 زعماء رجوع السبي: زروبابل، عزرا، نحمي، بالترتيب ده. أولهم زروبابل، عزرا له سفر ونحمية له سفر، إنما زروبابل واخد نص سفر عزرا. عزرا بيحكي عنه لأن هو السابق أو هو اللي بدأ النهضة دي كلها. يقول: قام رؤساء آباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويين مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم، وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة وببهايم وبتحف، فضلا عن كل ما تبرع به. والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته. أخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداس الخازن وعدها لشيشبصر. شيشبصر يعتقد هو نفسه زروبابل، بس تعرفين كانوا بياخدوا اسم يهودي واسم ايه فارسي، زي شدرخ وميشخ وعبدناغو اللي هم 3 فتية يعني. اول حاجة عايز اقولها انه اغلب الناس بتستسلم للظروف، تبص على وضع كده تقول مفيش حاجة تتعمل. يعني بص على الكنيسة النهاردة، في فقر كتير، في جهل كتير، في شباب كتير بيبعد عن الكنيسة، في موجة الحياة، في موجة مش عارف، والناس تتفرج كده ببلادة يعني. في واحد بيبقى قلبه بياكل، في واحد ما بيقدرش يسكت، في واحد الغيرة ما بتنيموش. أول حاجة تميز العظماء دول اللي في التاريخ إن المسؤولية بتطلع منه، إن مش مستني حد يقول له قوم اشتغل. هو بيحب ربنا وبيحب الناس. زروبابل كان كده، عزرا كان كده، نحمية كان كده. أعادوا مجد العبادة اليهودية ورجعوا الشعب لربنا في الفترة اللي عاشوا، زيهم طبعا الأنبياء والرسل عموما. زروبابل كان شخصية
عقلة، لكن كان يعتبر والي، يعني ما هواش كاهن بالمعنى، لكن ده خد على عاتقه أنه لازم هنرجع كيهود ولازم نعمر بلادنا ولازم نعمر الهيكل. طب ما فيش أي بوادر، يعني تراح حتة خربانة ومالكش فيه علاقات، الدنيا بقالها 70 سنة مركونة، السياسة كلها ضدك. لما الواحد بيبقى جواه غيرة بنفاجأ بتدخلات إلهية. لما تبقى جواك رغبة حقيقية حسب ربنا، ممكن تفاجأ إن مفاتيح ما تخطرلكش على باب على بال تقف في إيدك. يعني مثلا كورش ملك فارس الجديد، هو نفسه ربنا يقول له اشتغل مع الراجل ده. كورش يطلع بقرار غريب جدا، عودة اليهود اللي يحبوا لبلادهم، ويسبورت القرار لدرجة يقول وناخد من ميزانية الدولة عشان عمار أورشليم. ده عكس اللي كانوا بيعملوه مملكة بابل بالظبط. ده امتى؟ لما اتوجد زروبابل، لما أصبح في واحد هيقوم بالمهم. إذا خلي بالكم، مش الظروف اللي بتعمل البني آدم، البني آدم هو اللي بيعمل الظروف. الكرازة مش هتتحرك لما العالم يؤمن بالمسيح، لا لما أنت تشتغله. البلاد هتنور لما واحد فيكم يغير ويبقى مصر إن الناس تعرف ربنا. لما ربنا بيلاقي واحد سخن قوي، ما عندوش غرض شخصي، عاوز ربنا وعاوز الكنيسة بأي شكل وفي أي مشكلة، بيحط كورش في سكته. كورش ده أكبر راس في العالم في الوقت ده، أكبر شخصية في العالم في الزمن ده كان كورش، لأن فارس خدت مطرح بابل فكانت تحكم العالم كله. فيقول جميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك والرؤساء أوتي بها جميعا إلى باب. برضو في حاجات حصلت قبل كده، هي حتة دراسية، النهاردة يوم دراسي على يوم كده إيه كرازي شوي. وقت نبوخذ نصر لما دخل بابل من 70 سنة، اليهود كانوا متعبين جدا، صداقية بقى والناس بتوعه دول ما كانوش كويسين، ففضلوا يقوحوا ويعندوا مع ربنا. فده ارميا نبههم كذا مرة، يا جماعة سلموا لأن ربنا غضبان عليكم، أنتوا أهملتوا الهيكل. نبوخذ نصر قدام فرصة كذا مرة ودخل شاط وموت ناس كتير قوي وخد سبايا، وأصر ياخد كل أواني الهيكل لخزنة الدولة عنده. طبعا دي كانت ضربة فظيعة جدا للفكر اليهودي، لأن الأواني دي تعتبر مقدسة، ودي اللي كان شرب فيها بلشصر لو تذكروا حفيد نبوخذ نصر في نهاية حياة دانيال. كان بلشصر ملك شاب بتاع مستهتر كده، هتولي الأواني بتاعت مذبح اليهود أشرب فيها خمر، لما عمل كده طلعت الإيد اللي كتبت على الحيطة، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنهى. ساعتها بلشصر مات وبدأت مملكة فارس. هرجع وأقول إيه، كان بعيد قوي إن الحاجات اللي دخلت خزنة الدولة في بابل ترجع تاني أورشليم، شبه مستحيل. أنت بتتكلم في مبالغ ضخمة جدا، كنوز كلها ذهب، والأواني دي كانت عز اليهود، ومحدش قدم طلب عشان ترجع. زي ما كورش انشغل بعودة اليهود، فاجئنا كورش بتدخل إلهي أنه هيأمر بعودة كل الأواني دي، أتي بها جميعا إلى بابل. ده زمان، وأحرقوا بيت الله، وهذا ده الموقف قبل ما يحصل، أنا براجع بس فلاش باك كده. أحرقوا بيت الله، ده دي بداية السبي يا جماعة، دي بدايته مش نهايته. وهدموا سور أورشليم وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكوا جميع آنيتها السمينة، وسبي الذين بقوا من سفل بابل وكانوا له ولبني عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس. لإكمال كلام الرب فم أرمية، حتى استوفت الأرض ثبوتها لأنها ثبتت في كل أيام خراب. ساعات يسموه سبت سنين، يعني 7 سنين، فيقولوا سبت سنين. لإكمال 70 سنة، أرميا قال هتكمل 70 سنة وينتهي السبت. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، لأجمل تكميل كلام الرب فم أرميا، نبه الرب روح كورش فأطلق نداء في كل مملكته بالكتابة قائلا هكذا قال كورش ملك فارس، الرب إلى السماء أعطاني جميع ممالك الأرض، أوصاني أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، من منكم من جميع شعبه الرب إله معه وليصعد. يعني ربنا معاكم، واللي عاوز يرجع بلده يرجع، وانا اللي هبني معاكم بيت أورشليم.
احنا ساعات يا احبائي بتبقى طلباتنا من ربنا مش قد ربنا، على قدنا احنا. الحقيقة لما نطلب من ربنا مفروض نطلب على قده مش على قدنا. يبدو زربابل كان حلمه كبير قوي. يا رب انا عاوزك تتكلم مع الكبير، منك لكورش انا مش هقدر ادخل وما اقدرش اتعامل معاه، وكورش ده فوق الوزراء فوق كل الناس، بس انت هل يعصر عليك امر؟ فنبه الرب، نبه الرب روح كورش. خلونا لما نصلي ساعات نطلب ان الابواب العالية او المقفولة دي تفتح، وان المشاكل الكبيرة قوي تفتح، وان ربنا يشتغل بناس unexpected خالص، مفيش حاجة بعيد عنه، لانه لا يشاء ان يهلك احد. بس امتى هيستجيب؟ امتى ربنا هيعمل المعجزات دي؟ لما يلاقي ناس زي زربابل مستعدة تسيب اللي وراها واللي قدامها وتطلع وتحرت وتشتغل وترجع اورشليم عمرانة تاني. فربنا بيشتغل مع اللي يشتغل معاه، ويشتغل على كبير قوي. ارجع للنص تاني، فعزرا صاحب التاني يقول هم دول اللي رجعوا، هؤلاء هم بنوا كورة الصاعدون من سبي المسبيين اللي سباه نبوخذنصر ورجعوا الى اورشليم. دول بقى ابتدينا نعد مين اللي راجع. جاءوا مع زربابل فلان وفلان وفلان وفلان، وابتدى يعد الافات هيرجعوا مع زربابل. هكلمكم عن زربابل كقائد، عمل نهضة روحية، كشخص مثل جميل لأي واحد فينا مش عاوز يستنى الظروف تحركه، لازم هو اللي يحرك الظروف. هقرا نص واقول لكم صفة كده مهمة. لما استهل الشهر السابع وبنوا اسرائيل في مدنهم، اجتمع الشعب كرجل واحد الى اورشليم. دول وصلوا اورشليم خلاص، يعني هو خد حوالي 20,000 كده ورجع بيهم من بلاد بابل على اورشليم. اورشليم خربانة، وهو المسؤول الرسمي تجاه كورش، وهنشوف هنعمل ايه. كان معاه يشوع بن يوصداق، ده الكاهن، اخواته كهنة، زربابل ده هو المطلوب، واخواته، وبنوا مذبح الى اسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله. اقاموا المذبح في مكانه. يبقى اول حاجة عملوها لما وصلوا فين المذبح؟ لانه كان عليهم رعب من شعوب الاراضي، كل الاراضي اللي حواليهم بصلهم انتوا جايين تعملوا ايه؟ الارض دي خربانة ولازم تفضل خربانة، ومصلحتنا تفضل خربانة، محدش عاوزها تعمر خالص، طبيعة البلاد كانت كده. واصعدوا المحرقات وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب، ومحرقة يوم في يوم بالعدد كالمرسوم امر اليوم بيوم. اول صفة تميز القائد الروحي ايا كان موقعه، انه مؤمن جدا بقيمة المذبح وقيمة الشريعة. احنا ساعات بنبتدي بالبلاننج، بالفلوس، بالفند ريزنج، مش عارف بالجيمز، بالتحضيرات. لا يا اولاد، لا، اللي عاوز يشتغل مع رب هنا لازم في مذبح ولازم في شريعه الاول قبل ما اعمل ولا حاجه. مع ان زربابل ده شماس، يعني ما هوش كاهن، لكن شجع يشوع انه يلا نعمل المذبح ونرفع الذبيحه ونقرا الشريعه ونعمل المطلوب. مطلوب نعيد المظال، يلا نعيد المظال. البداية الصح، الطلعة الصح دايما هي العبادة، هي الروحانية، هي التقوى، هي الإنجيل، هي المذبح، هي التوبة، هي التناول. هو ده اللي بيغير كل حاجة. لكن لو كنا فاكرين البرامج والسفريات هتغير العالم، مش دي اللي هتغير العالم. اللي هيغير العالم ان احنا هنشتغل مع ربنا صح. الكورنر ستون، أول حجر نحطه هو صلواتنا من أجل أي ميشن تطلع، هو التحامنا بالمذبح، هو ثقتنا أن ربنا شايلنا، شايل الشغلة من أولها لآخرها، هو مراجعتنا لكل مبادئنا على الإنجيل في كل خطوة بناخدها. لو ما عملناش كده إحنا ممكن نكون بنضيع وقت. تاني حاجة هتلاقوها واضحة في زربابل قوي، زربابل شخص قوي، قائد قوي، لكن يؤمن جدا بالمجموعة، لا يؤمن بنفسه. كان متواضع جدا، متحركش غير بفريق. كان بيحترم جدا الكاهن اللي معاه يهوشع، وحجاي ذكرهم مع بعض، وزكريا ذكرهم مع بعض. الاثنين دول كانوا دويتو رائع، كاهن وخادم. يهوشع ابن يهوصداق كان يسموه كاهن العظيم، يعني رئيس الكهنة، وزربابل. وهنا انسجام الفريق، انك تتعامل مش بس مع الكاهن، بتتعامل مع فريق، كل واحد عارف دوره
يحب التاني جدا، مقتنع باحتياجه للآخر. للأسف بعض الخدام بيتصور أنه لو فلان يمشي من الخدمة، الخدمة هترتاح. تبقى أنت مش بتفكر زي ربنا. الخدمة محتاجاك ومحتاجاك، ولو ما كنتش قادر تحس أنك محتاجه يبقى أنت ما تنفعش، مش هو اللي ما ينفعش. لو أنت ما كنتش قادر تحس أنك محتاجه تبقى أنت ما تنفعش. عاوزين نوصل للفكرة دي. زربابل كان مقتنع أنه ما يقدرش يعمل الحاجة لوحده مهما كانت قدراته أو امتيازاته. تالت حاجة تميز زربابل أنه كان راجل بتاع سيستمز. على قد ما احنا بنتكلم في القرن السادس قبل الميلاد، الراجل ده كان مرتب منظم، حاطط خطة في دماغه، يوزع الأدوار صح، عنده جدول لكل حاجة، الموضوع مش عشوائي. كان حاصر بالطبق كل حاجة جايبها من بابل هيسلمها لهيكل أورشليم. كان عارف ان كام 20,000 اللي معاه بالاسم بالسن بالصبت، عارف كل واحد هيعمل ايه الدور. الحقيقة احنا محتاجين الشخصية دي، الشخصية اللي مصدقة قوي في المذبح والانجيل، الشخصية اللي مؤمنة جدا ان مفيش شغلة كبيرة تخلص بنفر، محتاجين بعض كلنا. الشخصية اللي مقتنعة تماما ان النظام شغل ربنا، طريقة ربنا في الشغل منظم، وان العشوائية ما بتوصلش لحاجة، وانه كله كويس ده مش شغل ربنا. الحقيقة شغل ربنا بيرفكت، فلازم يتعامل بديتيلز ويتعامل بالنقطة والشرط. يقول في السنة الثانية من مجيئهم، أنا بجري لأني بستعرض معاكم 6 إصحاحات من عزر اللي عاوز يقراهم مع جزء من حجاي وزكريا كمان. في السنة الثانية إلى بيت الله إلى أورشليم، من مجيئهم لبيت الله، شرع زربابل وبقية إخواتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبي إلى أورشليم، وأقاموا اللاويين من ابن 20 سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب. ولما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم وأبواق، واللاويين بني أساب بالسنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل، وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. كل الشعب هتفوا هتافا عظيما. احنا دخلنا في السنة الثانية، ابتدوا يظبطوا الهيكل، يرجعوا العبادة، يوقفوا الشمامسة، يعملوا نظام التسبيح اليومي صبح وليل. وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤساء الأباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول، في ناس عواجيز بقى حضروا من 70 سنة، في بقى 90ات و100 وكده، ففي ناس كانوا شايفين العز ده اللي عطل بقى له 70 سنة وتفرجوا ازاي بيرجع تاني، فكانوا بقى بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم. وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح. يعني اختلط الحزن بالفرح من كتر مش مصدقين. معقولة هي الكنيسة ممكن ترجع زي زمان؟ هي الكرازة ممكن تجري زي النار زي زمان؟ أيوة ممكن طبعا. هي أورشليم ممكن تعمر؟ أيوة طبعا. هي مصر دي ممكن ترجع؟ طبعا. انتوا ليه بتستبعدوا كده؟ فالناس كانت مش مصدقة. احنا سمعنا عن الكلام ده، أو كنا شفناه واحنا أطفال، هيكل جميل وتسبيح منتظم وعبادة منتظمة، ودلوقتي كل حاجة بترجع قصاد عينينا. لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد. يعني ناس من فرحتها بقت بتسبح من قلبها قوي، لدرجة أن البلاد اللي جنبهم ابتدت تسمع. صفة هامة في زربابل أنه عارف يفهم دور الكاهن كويس قوي، وتخصص كل شخص، المسبحين في مكانهم، الكاهن في مكانه، هو كإدارجي في مكانه أدمنستريتور، كل واحد بيعمل دوره صح. مشكلتنا برضو في تداخل الأدوار، في ناس للأسف مش عارفة حدودها، كل واحد له صلاحيات له حقوق، لكن كمان له حدود، ما ينفعش تبقى بتتحرك بعشوائي. كمان كان حكيم جدا في قراراته واختياراته ووعوده، ما كانش يوعد بأكتر من اللي يقدر عليه. لما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن بني السبي يبنون هيكلا للرب إله إسرائيل، تقدموا إلى زربابل، هو ده المسؤول الرسمي قدامه، وقالوا لهم هل نبني معكم لأننا نظيركم. دول مين دول بقى؟ دول أعداء يهوذا. بس قال لك إيه، طب ما نشتغل معكم، ما
من ابني معكم. طبعا دي حاجة تخوف، لأننا نظيركم نطلب إلهكم وله ذبحنا من أيام أسرحدون ملك أشور. طبعا ده كلام ملك أشور، ده كان وثني الذي أصعدنا إلى هنا. فقال لهم زربابل ويشوع وبقية الرؤساء: ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل. هنا بقى تلاحظوا شخصية حاسمة. لا طب دي هتعمل مشكلة، بس هنشوف. كما أمرنا الملك كورش ملك فارس، وكان شعب الأرض يرخون أيدي شعب يهوذا. بقت الناس تقول لهم هتقعوا مع الناس دول وانتوا لسه صغيرين؟ ما تقولوش لا، قولوا حاضر، اشتغلوا معاهم وخلاص، هدوهم ردوهم. هو قال لا، يعني لا، شغلنا بيت ربنا بتاعنا، محدش يبني غيرنا، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. ويزعرونهم عن البناء، واستأجروا ضدهم مشيرين. بصوا الشيطان ساعات يجي بخبز، فلما يلاقيك حويط يجي بايه؟ بتهديد. دي طريقة ودي طريقة. في المشاكل الخدمة ساعات نلاقي ناس بتتقرب مننا عشان تلخبط شغلنا. وأحيانا في مشاكل بعض البلاد نلاقي العين الحمراء. ولا ده يهمك ولا ده يهمك. أنت لازم تبقى حويط، ما تأمنش لأي شخص له غرض آخر غير غرضك. ما تدخلش حد تاني يكعبل خدمتنا. في نفس الوقت أنت واضح جدا أنك مش بتخاف، وان لو قلبت بتهديد انت بتشتغل مع ربنا. استأجروا ضدهم مشيرين. ابتدت تطلع الوشايات لغاية كورش فوق، ان الناس دول بيعملوا مشكلة ويعملوا ثورة وبيبنوا عشان يهيجوا عليك، وقصة كبيرة. هنا زربابل كان قوي، كان حاسم، ما كانش بيخاف، كان بيصلي، كان عارف هو عاوز ايه، كان بيميز مين يختاره يشتغل. عندنا خطأ يا أحبائي أحيانا، إن إحنا اللي لسانه حلو أو اللي بيعرض خدماته أهلا وسهلا، ويكون النية أو الغرض مش حلو، ونتعب منه سنين بعد كده جوه الخدمة، لأن هو مش داخل عشان خلاص النفوس زيكم، أو مش داخل عشان المسيح يعني الناس تحبه وتعرفه. لا، هو له غرض. أي واحد داخل خدمتنا دي له غرض، مكسب أو تايتل أو مركز، بيكعبلنا. أخطر حاجة في الكرازة وضوح الهدف. عاوزين كلنا ننسى احنا مين، ملناش غرض غير كل العالم يحب ربنا. طالما الغرض ده واضح هنعرف نشتغل. كلنا بقى عاوزين نوصل مين أهم، نتخانق مين يبني. يبقى الموضوع ما بقاش ايه لربنا في الآخر. أنا بحكي حكاية سريعة عشان النص طويل، لكي يفتش في سفر أخبار. بعتوا بقى الكورش، قالوا له بص فتش، هتلاقي إن البلد دي دايماً بتاعت مشاكل، أورشليم دي، ودايماً بتعمل ثورات. المهم في الأول للأسف الوشاية دي سريت، وطلع قرار من فارس فوق بإيقاف المباني وتعمير أورشليم. أخرجوا أمرا بتوقيف أولئك الرجال، فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر مني أمر. طبعا ده كان موقف حساس جدا. زربابل دلوقتي في أورشليم، جاله أمر من فوق، وقف. طب يعمل إيه؟ زربابل صلى وقال لرجالته هنكمل. خلي بالكم ما تعملوش زيه مبدئيا، لكن كانت مغامرة مش سهلة. لأن كان في ظهره بقى اتنين أنبياء. في الوقت ده ربنا بعت حجاي وزكريا. فحجاي وزكريا قالوا له ما تخافش، ربنا معك، الشغلة دي بتاعته وما تخافش. بس بعته تاني للملك وما توقفوش الشغل. هنا كان يعتبر طبعا تخطي للقواعد أو للقوانين، لكن كانت وشاية ونجحت، لأنه مش بيخاف على نفسه، ولأن هو ما عندوش غرض غير ربنا، ولأن الوشاية كاذبة. هو هدي شوية لكن رجع يشتغل ويصحي الناس. هو أجل الشغل شوية صغيرة لكن بروح الصلاة رجع ابتدى تاني. وهنا تلاحظوا أن الرجل ده كان بينقاد بالروح، زي ما هتيجي في آية واضحة في آخر الكلام دلوقتي. كان دايما ربنا بيقول له اشتغل أو ما تشتغلش. لما يوقف بيوقف لأن ربنا قايل له وقف، ولما بيكمل بيقول له كمل. تنبأ النبيان، احنا في عزرة 5 ربنا نخلص الحكاية، حجاي وزكريا.
الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل، حينئذ قام زربابل ويشوع وشرع أبو بنيان بيت الله. أول ما زكريا وحجاي قالوا له كمل ما تخافش، قام واشتغل بالرغم أنه هيبقى في مواجهة رسمية مع مملكة فارس، ومعهما أنبياء الله يساعدونه. وعشان كده جميل قوي لو قريتوا عزرة أول 6 إصحاحات مع سفر حجاي مع 3 إصحاحات من زكريا، تفهموا القصة من كل الجوانب اللي عاوز يفهم. أنا قلبت دلوقتي بقى عشان أخلص زكريا 4. زكريا 4 بيحكي لنا إيه اللي قاله زكريا لزربابل. فاهمين بقى؟ كلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زربابل. المسيح ظهر لزكريا وقال له روح قل لزربابل. لا بالقدرة ولا بالقوة. فهمنا؟ يعني سيبك من كورش، سيبك من الوشاية، سيبك من كل دول، بل بروحي قال رب الجنود. اشتغل يا زربابل ما تخافش. هم وشد حيلك ومفيش حاجة توقفك. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا. شوفوا لما زكريا النبي يروح لزربابل يقول له في رسالة من السماء ليك. المسيح بيقول لك مش بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي، روح المسيح. ويطلع إيه الجبل العظيم اللي قصادك ده؟ قدامك يبقى سهل. يعني أكبر مشكلة تدوب قصادك لو ربنا عاوز. أمام زربابل تصير سهلا. فيخرج حجر الزاوية، حجر الزاوية إشارة للمسيح، بين الهاتفين كرامة كرامة له. اشتغل عشان المسيح يبان. ادخل بقلبك وما تخافش، بس اسمع لرجل الله. ما تبقاش ماشي بدماغك زيادة. وطي راسك. زربابل لما سمع تشجيع زكريا النبي بدأ يكمل الشغل تاني وما كانش فارق معاه المشكلة. وكانت إلي كلمة الرب قائلا إن يدي زربابل أسست هذا البيت يداه تتممانه. يعني ربنا قال لزكريا روح قل لزربابل أنت ابتديت وتكمل، هتمد إيدك لغاية ما يخلص الشغل على إيديك زي ما احنا متفقين، فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم. حينئذ سمع زربابل ابن شيء ويهوشع وكل صوت الرب إلهم وكلام حجاي. حجاي قال نفس الكلام بطريقة تانية في نفس الوقت. وقال حجاي رسول الرب رسالة الرب أنا معكم يقول الرب، ونبه الرب روح زربابل وآل يهوذا وروح كذا، فجاءوا عمل الشغل في بيت رب الجنود. التنبيهات الكتيرة دي ليه؟ لأن كان في قرار بإيقاف الشغل. فهمتوا؟ كان مملكة فارس قلبت عليهم ومع كده كملوا الشغل. حصل بقى شبه معجزة في الوقت ده، إن لما بعتوا رسالة تاني كورش زي اللي قلب 180 درجة. قال طب ما ندرس الموضوع. فوجئ إن عنده بيبرز في الخزنة بتقول إن في تصريح ببناء الهيكل من زمان، وإن المملكة دي ما كانتش عاملة مشاكل، فأصدر قرار بالعفو وتكملة المباني ورجع تاني للمرحلة الأولى. فاترفعت المشكلة بصلواتهم وكملوا. آخر جزء بجد، كلم زربابل والي يهوذا قائلا، ده حجاي بيختم معانا، بيقول له روح قل زربابل أنا أزلزل السماء والأرض. يعني اللي يحبني يشتغل معايا أزلل له السماء والأرض. اللي عاوز ربنا يبان مفيش حاجة تقف وشه. وأقلب كرسي الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم، أقلب المركبات والراكبين فيها، ينحط الخيل وراكبوها كل منها بسيف أخيه في ذلك اليوم. استنى علي يا زربابل، تليك يوم تاني بقى. يقول رب الجنود آخذك يا زربابل عبدي ابن شلتئيل وأجعلك خاتم لأني اخترتك يقول رب الجنود. مفيش شهادة جميلة تيجي عن إنسان قد كلمة زي كده، إن ربنا يقول لواحد أنا مبسوط بيك، أنا هلزقك في صباعي، أنت تبقى خاتم أعمل بيك شغلي. خاتم كان بيختموا بيه الأمور. أنت بتتحرك كأنك حتة من صباعي. فالخادم اللي بيبقى مالوش غرض غير أن ربنا يشتغل بيه بيعمل بيه كتير قوي. بيوصل له صوت من ربنا واضح. بينقاد بالروح فعلا. بيمشي مش دايما بمنطق الناس ولا بمخالفات الظروف ولا لا لا، هو بينقاد بالروح من مجد إلى مجد. أمام الجبل العظيم يصير سهلا. لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب جنود لإلهنا كل مجد وكرامة لكم.